الإمام الصادق عليه السلام تتبع الروح أهلها، تركض وراهم تقول لهم خذوني معكم، لا تتركوني في هذه الحفرة، أخذوني، أنا ربيت، أنا تعبت، أنا بنيت، أنا اشتغلت، ها أخذوني وياكم. إذا ابتعد آخر واحد 7 خطوات وإذا بجار يجره إلى القبر، بعد ما يبتعد يرجع يطب وين؟ في القبر. خلاص اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، عملك يفيدك. يا إخواني ديروا بالكم على صلاتكم، ديروا بالكم على صيامكم. الإنسان يخاف الله، يعمل لله، يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا اللي يفيده. عمل الخير يفيده، الصلح يفيده، الأخوة تفيده، صلة الأرحام، بر الوالدين، هاي اللي تفيد الإنسان. إخواني الإنسان ما يأخذ وياه شيء، الله وكيلك، أمك تعوفك، أخوك يعوفك، أبوك يعوفك، ما يبقى أحد.